هذا المبنى تجرى مقابلات التقدم إلى وظيفة. المطلوب هو 7 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، عليهم قضاء 3 سنوات في فترة التأهيل التربوي، وهو ما يسمح لهم بالحصول على وظيفة في الجامعة محل العمل في ورشات مهنية. الفكرة مغرية، أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة سيصبحون هم أنفسهم معلمين، فهم أفضل من يعلم ما تعنيه الحياة رفقة إعاقة. تقدم 50 شخصا للحصول على هذا التأهيل في معهد التعليم الشامل بكولونيا. يا إلهي، يا لها من منافسة كبيرة. لا أعرف ماذا ينتظرني هناك، ولكني متحمسة فعلا. يسعى معهد التعليم الشامل لتعزيز الاندماج في التعليم العالي بولاية شمال الراين، وبعدها سأصبح أستاذة ولكن بشكل مختلف بعض الشيء. ثم تصبحين أستاذة جامعية. سأكون سعيدة جدا بقبولي أيضا. نعم نعم. حسناً، أنا هنا. هل ولدت في إيران؟ نعم، وأتحدث 3 لغات. ما هي؟ فارسي وكردي وألماني. مدهش. مشكلتي أنني كنت أعاني من نقص في الأكسجين، وشعرت بعدها بضعف في البصر، لكن الإعاقة ليست عقبة برأيي. أتمنى أن يمنحني الناس مزيداً من الوقت لأقول ما عندي. منذ 28 عاماً وأنا أعيش مع هذه الإعاقة، وقد واجهت نتيجة ذلك العديد من المطبات والعقبات التي ربما لم يختبرها أشخاص بدون إعاقة. إلى أن يعرف المتقدمون ما إذا تم قبولهم أم لا، عليهم الاستمرار في عملهم المعتاد، ومعظمهم يشتغل في ورشات لذوي الاحتياجات الخاصة. لدي مشاكل في التعلم، أحتاج إلى وقت أطول لحفظ الأشياء، وهذا سبب موت خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين الذي عانيت منه عند الولادة، لكنها أمور يتوجب علي التعايش معها، إلا أنني أصل أحيانا إلى مرحلة أفكر فيها بالأمر كثيرا، وهذا يعني أنه ليس من السهل علي دوما تقبل هذا الواقع. لطالما كان أمانش يطوق إلى وظيفة تحفزه أكثر، فهو ضرير. ماتس، أحتاج المزيد من فضلك. إنها مواد لعزل الصوت. منذ متى وأنت تعمل هنا؟ منذ يوم 22 فبراير 2016. ليس لدي أي شيء. تعمل جيني في هذه الورشة لصنع الفسيفساء. هذا أمر جديد تماماً. هذه الفرصة لدخول سوق العمل الحر وتعليم الناس كيفية التعايش مع الاحتياجات الخاصة، هذا مثير حقاً. يعيش فلوريان في شقته الخاصة بمنزل والدته. هل تتذكر حين قيل إنك قد لا تتعلم المشي أبداً؟ هل تذكر هذه الصور؟ ليس كلها. كان هذا في ليبشتات منذ فترة وجيزة من وضعك على جهاز تنفس اصطناعي. حينها تم وضعك على الجهاز لعدة أيام إلى أن أصبح بإمكانك التنفس بشكل طبيعي تدريجياً. كان نقص الأكسجين أثناء الولادة وعواقبه بمثابة صدمة للوالدين، لكن وفيما تصالحت والدة فلوريان مع الوضع، وجد الأب صعوبة في تقبله. أعتقد أنه كان صعبا جدا على والد فلوريان أن يتقبله كما هو. أعتقد أنه كان يريد ابناً يمكن أن يفعل كل شيء معه كلعب كرة القدم والتزلج، وهذا ما كان صعباً مع فلوريان. وكيف كان الأمر بالنسبة لك كأم؟
لقد وجدت موقف والده سيئا للغاية. فقد قلت لنفسي إن هذا ابني ولا يهمني ما هو عليه، إنه طفل ولا يهمني ما إذا كان لديه إعاقة أم لا، فهو ابني وأنا أحبه كيفما هو. عندما يرى المرء الصور وينظر إلى ما فعله في حياته المهنية حتى الآن، لا يمكنه إلا أن يندهش مما قام به لحد الآن. Das ist schon Wahnsinn, was er gemacht hat aus seinem Leben. Ja, es ist auch schon. توقف وإلا سأبدأ بالبكاء فورا. إنه أمر صعب علي أن أرى خطأ كهذا، يمكنه أن يحدث الكثير. الكثير من الاختلاف في وقت ما، لا بأس، تعال إلي. هذا سيء، إذا نظرت الآن إلى ما حدث سابقا فأجده أمرا سيئا. لكنك قمت بعمل جيد جدا يا فلوريان. بضع دقائق فقط غيرت حياتي كليا، فقط بضع دقائق. بعد أسبوع عرف الأشخاص الذين تم اختيارهم في الجامعة التقنية بكولونيا. كنا متحمسين لك للغاية ولهذا تبدو السعادة عليكم. نعم، ولهذا نود أن تكون معنا. هذا ما أريده أيضا. يسرني ذلك. لقد تحررت من سجن صغير منذ فترة طويلة وأنا أرغب بالخروج من الورشة، والآن حان الوقت، أليس كذلك؟ هذا أبي، مبروك. منذ نحو شهرين وهو يقول لي إنه سيكون أول طالب جامعي في أسرتنا، وأنا أشد على يده ليحقق ذلك إن شاء الله، وبعدها تحقق له ما أراد. هل يمكنني الدخول؟ أود إخبارك بأننا جميعنا متحمسون لك ونعتقد بأن لديك المؤهلات لتكوني معنا. هل سأحصل على مقعد في الجامعة؟ جميع المتدربين تقريباً التحقوا بمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة ولم يدخلوا الجامعة قط. كانت حدود مسارهم التعليمي واضحة، وهذا ما يجب أن يتغير الآن. هنا على يسار ويمين الممرات توجد قاعات الندوات. جميع هذه الأبواب التي ترونها تؤدي إلى القاعات. هناك ندوات يستمع فيها الطلاب إلى محاضرات بعض الأساتذة لمدة ساعة ونصف. هل سنقوم بذلك لاحقاً؟ كما قلنا سيسمح لكم بتقديم محاضرات وندوات ابتداءً من الفصل الثالث، سيتاح لنا ذلك أيضاً. وحينها سنعلم الآخرين شيئاً ما؟ صحيح. لا تزال الصورة غير واضحة أمامهم عما ينتظرهم خلال مدة التأهيل التي تدوم 3 سنوات. لديكم 3 سنوات لتتعلموا خلالها. قد تكون هذه أطول لافتة من بين لافتات الأبواب في المبنى. دبلوم أخصائي اجتماعي، دبلوم تربية اجتماعية، لكن هذا MS معناه ماجستير، لا بل ماستر في العلوم. أعتقد أن عقلي بعد الماستر سيتوقف عن العمل. ستحصلون الآن على أقلام سميكة. اسم هذا التمرين مثلث التشابه ويسمح لكم بمزيد من التعارف. هل لديك اسم ثان؟ نعم، أولغيش. أنا أيضاً. لكن اسمك الأول ليس أولغيش. صديقي يفعل أيضا الموسيقى. ما نوع الموسيقى المفضل لديك؟ جميع الأنواع.
أنا مثلا أحب ركوب الخيل. إذا أكتب هذا فأنا لا أحب ركوب الخيل ولا أنا. إذا ما هو الشيء المشترك بينك أنت وفابيان؟ فلوريان، ماذا علي أن أكتب الآن؟ كلانا لديه تشنج أو تقلص عضلي. إذا أكتب هذا ببساطة. لا 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 أريد أن أتدخل، لكنها أمثلة لا أجدها عامة. حسنا، يمكنك التحدث معي. اكتشف فلوريان وفابيان الكثير من الأشياء المشتركة بينهما فوراً. لا تجمع بينهما الإعاقة فقط، بل هناك أوجه تشابه أخرى أيضاً كما سيكتشفان لاحقاً. بعد شهرين التدريب جار على قدم وساق. يومكم سعيد. مرحباً، أنا أستاذة جامعية هنا، اسمي داغمار بروزاي، وهؤلاء هم الطلاب الذين ما زالوا يقفون خجولين بعض الشيء هناك. مرحباً مرحباً. أنا جيني. أنا هيرمين. من أي بلد أنت؟ أندونيسيا. أهلا بكم جميعا، يسعدني حقا أنكم حضرتم اليوم إلى حصتنا المشتركة وعنوانها في الطريق إلى دعم اتخاذ القرار. نريد أن نسمع منكم قليلا، ما إذا كنتم ترغبون بتكوين أسرة في المستقبل؟ حسنا، الفكرة موجودة فعلا، لكني أركز أولا وقبل كل شيء على مسيرتي المهنية، وبعدها عندما أكون قد حققت مكانة جيدة في عملي وأعرف ما يجري يمكنني التفكير في الموضوع. أنا منفتح على كافة الاحتمالات. ما أعنيه أن بإمكانك التطور وأن تقرر تقديم ندوات أنت تختارها، ويمكن للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة القيام بذلك أيضا، لكن في إطار مصغر نسبيا. إذا كان لديك عائق فهذا يعني أن الإطار يكون محددا لك مسبقا. اللقاء مثير للإعجاب للطرفين. لقد كنت متوثرة بعض الشيء، فأنا لم يسبق لي أن تواصلت كثيراً مع أشخاص ذوي اعتياجات خاصة، ولا حتى أثناء دراستي الجامعية. هذا ما جعل الموقف غريباً علي بعض الشيء، والآن أرى الأمر رائعاً للغاية. لقد تأثرت بالطريقة المنفتحة التي تحدث بها إلينا. في البداية كنا نحن الأكثر خجلاً على ما أعتقد، فقد وقفنا جالباً ليندفع بعدها الجميع نحونا ويطرح علينا أسئلتهم ويعبر عن انطباعاتهم واهتماماتهم. كان رائعاً. هناك مواضيع هنا في الجامعة تعتبر جديدة تماماً على الجميع. أحدها موضوع التحدث أمام مجموعات أكبر، وهذا سبب تواجد الممثلة ومدربة الأداء يوليا ديلمان اليوم للعمل مع الشباب السبعة. جميل أن تكونوا هنا اليوم. أنا سعيدة لوجودي هنا. أنا مسرورة جداً بكم. جميل جداً. ما رأيكم؟ ما الذي تحتاجونه لتقديم أداء جيد؟ نعم؟ بالتأكيد حضور قوي. ماذا تقصد بالضبط؟ أقصد جاذبية تظهر أنك تريدين نقل فكرة ما، وأنك تريدين لفت انتباه الطلاب وجذبهم نحوك لتقولي لهم سأريكم شيئا ما. نعم، هذا يعني لفت الانتباه نحوك. صحيح. حسنا، هذا جيد جدا. وماذا أيضا؟ والقليل من العفوية أيضا على ما أعتقد، وأن تعلمهم بطريقة تفاعلية أكثر كي لا يشعرون بالملل. هل يمكننا القول إنكم تريدون مثلا إظهار أفضل ما لديكم؟ نعم، شيء من هذا القبيل. حسنا، لا يوجد ما هو صح وخطأ،
وليست هناك طريقة واحدة أتحدث بها أمام الناس، لكن الجميل هو أن هناك 15 طريقة مختلفة نحكي بها قصة ما ونشرح من خلالها شيئاً ما، وسيكون خسارة كبيرة أن تكون هناك طريقة واحدة فقط. والآن حاولوا أن تشدوا أجسادكم، لكن بدون أن تقطعوا النفس، عليكم أن لا تحبسوا أنفاسكم. حسناً، والآن لنأخذ عضلة الساعد هنا ونشدها لمدة 15 ثانية. استعدوا، ابدأوا. ثم ارخوها. هل نجح هذا مع استمرار التنفس؟ نعم، هذا ممكن، أليس كذلك؟ حان موعد الظهور الأول أمام المجموعة. جميع المشاركين جهزوا شيئاً ما لعرضه. كل ما يحتاجه الإنسان هو الحرية، حرية لا يمكن إيجادها عندي. غالباً ما ضحكنا معاً وفعلنا أشياء مزرية معاً، لكن كلمة نحن لن يكون لها في المستقبل أي معنى. غالباً ما أخرج وأبحث عن مكان لا يخص أحداً غيرنا ولا يزعجنا فيه أحد. كان ذلك وقتاً جميلاً، الوقت الذي قضيناه معاً، لكن صياغة الماضي لا تناسب المستقبل. سأنتظر عند إشارة المرور التالية، عند الإشارة الحمراء، ولن أنطلق بسيارتي بدونك. شكرا جزيلا. ظهور قوي. نعم تماما، جيد جدا. لقد وجدت ذلك قويا. عندما تقف أمام هذا المنبر يكون لديك الوقت لإعداده بشكل صحيح حتى لا تضطر إلى الانحناء أثناء الحديث، فهذا مؤسف لأنك أولاً لا تستطيع التنفس بشكل صحيح، وثانياً لأنك تضطر للنظر إلى الأسفل بدل أن تتواصل معنا. ما أريد قوله لك فلوريان هو أمر مهم للجميع، الرجاء إعداد الأشياء التي تحتاجونها مسبقاً. مرحبا. لا لا، إنهم لا يرونك بعد. انتبه، أنت أمام الباب الآن. تقدم. يمكنني أن أقودك إن أردت. ما رفتن تو من میگیرم و میگم عشق من تنها نرو. هی مرة اخرى. تعرف ماري وأماتشي على بعضهما منذ 8 أشهر وقد نمت صداقة بينهما. يريد أماتشي أن يقدم آخر هواياته لماري اليوم، رياضة التنس للأكفاء. عليك التركيز على خط الوسط. لا لا، هذا هو خط الوسط، عليك الرجوع إلى الوراء. نعم قف، هذا قريب جدا. الجهة الأخرى. ما رأيك؟ جيد، جيد حقا. علينا الآن سحب الخطوط، هل تستطيع سحب الخطوط هنا؟ رائع، عظيم. آسف فلوريان، لا تصدقها، لا تشعر بالأسف تجاهه، أنا أعرفه. فابيان جرب حظك. آه.
لكل من فلوريان وفابيان أخ غير معاق ويتعرفان على بعضهما أيضا بهذه. نعم نعم شكرا. ما زال لدينا بضع دقائق سأرميها كلها وأنا جالس على الكرسي. تعال سنقوم بدفعك. كيف كان الأمر بالنسبة لك؟ خاصة أنكما توأمان لكنكما كبرتما بشكل مختلف تماما وإمكانيات مختلفة. يجب الاعتراف بأنه قد كان لدي بعض المزايا على ما أعتقد، وعندما أفكر في الطريقة التي سارت بها الأمور في المدرسة أرى أن حظه كان سيئا دوما، لكن والدينا حاولا دوما وما زالا يحاولان بذل كل جهدهما، فكانا يسمحان لكلينا بنفس الأشياء دوما كالذهاب برحلات مختلفة حتى ولو كان فيها صعود جبال عالية، فقد كانا يحملانه إلى هناك سواء أراد ذلك أم لا حتى يعايش نفس ما يعايشه الآخرون، وبالطبع كان الأمر لا يخلو من خلافات أخوية، خلافات ومشاجرات طبعا، بدونها لكان الأمر مملا. الأمر مختلف تماما بالنسبة لكل واحد طبعا، لأن والدي فضلني إذا جاز التعبير، وهذا ما أقوله بدون تجميل، لكنني لم أستطع فعل أي شيء حيال ذلك، فأنا لم أطلب منه أن يفضلني أو يتعامل معي بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يتعامل بها مع فلوريان، لذا فإن خروجي من هذا المأزق لم يكن سهلا، لكن اختفاءه أدى إلى التحامنا معا أكثر على ما أعتقد، وهذا ما لاحظناه، فقد أصبحنا كأي أخوين آخرين. كان للمحادثة في صالة البولينج تأثير لاحق، فقد أدرك فلوريان مدى افتقاره إلى تقبل والده له. هل يتصل به ويخبره بتطوراته المهنية الجديدة؟ كان يريدني أن أغير نفسي بطريقة ما أو أفعل الأشياء بشكل مختلف، والآن أريده أن يرى مرة أخرى أنني قطعت شوطا طويلا في حياتي المهنية، فلولا الإعاقة ما حصلت على فرصة التأهيل، وهذا ما يجعل إعاقتي مفتاحا لنجاحي. لكن أقول لك شيئا، إذا كنت تحب أطفالك حقا ويهمك أمرهم فلن تهتم بما أنجزوا، حينها لن تقول إنك تصورت إيجابا أو سلبا في هذا المجال أو ذاك مثلا. ماذا لو بقيت في ورشة العمل مثلا؟ هذا لن يغير شيئا أبدا، فأنت قمت بما يجب عليك القيام به بشكل صحيح وغير نادم على شيء. أريد فقط أن أرى ردة فعله، لأنه قد يشعر بعدها بشيء ما أيضا، فقد كان علي أنا أن أشعر من قبله بالعجز، وأريده الآن أن يلاحظ الفرق. لكن بماذا سيفيدك هذا؟ لا أعتقد أنك بحاجة إلى ذلك حقا الآن، أليس كذلك؟ شكرا. حان وقت الخطوة الكبيرة ليقدم كل واحد محاضرته الخاصة. الوقت يقترب أكثر فأكثر، وكلما اقترب أشعر بحماس وتوتر أكبر لدرجة البكاء من وقت لآخر. هذه هي طريقتي في التعبير عن حماسي. لكنها شخصيتك، هذا هو أنت، أنت لست ممثلة وعليك أن تكوني على طبيعتك، فمن الجيد أيضا أن نرى ما نحن عليها. لا أريد أن أفسد هذا أيضا، لأننا فريق منسجم ومتناغم ويدعم بعضنا بعضا، وهذا رائع. منذ 9 أشهر والمشاركون 7 يعملون من أجل أن يصبحوا مدرسين جامعيين، تعلموا الأمور النظرية وعملوا على مظهرهم وتدربوا على طرق التقديم.
سأنجز العرض غدا وأريد تقديمه أمامك. سيكون من الرائع أن تعطيني ملخصا موجزا لما يمكنني تغييره. بالطبع، لكن سأستمع إليك أولا. كما ترون، أنا مشارك في دورة التأهيل كأخصائي تربوي في معهد التعليم الشامل بشمال الراين وستفاليا. التدريب بدوام كامل لثلاث سنوات فريد من نوعه في أوروبا. إذا سار كل شيء وفق الخطة، فسيتم اختيار المتخصصين التربويين ليتلقوا عقود عمل ورواتب كرواتب المدرسين العاديين. سنبدأ اليوم. جميعنا يشعر بتوتر كبير، لكنكم طبعا أقل توترا منا. ومع ذلك يسعدني أن أعلن عن هذه السلسلة الأولى من الندوات التي سنقدمها، محاضرات بعنوان عالمي أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كخبيرات وخبراء في بعض الأمور. بعض الناس يعرفون أنه يمكنني القراءة أيضا. لقد كتبت بأننا هنا ونرفع صوتنا عاليا لأن حقوقنا تسرق. أمانشي، هل تقف رجاءا؟ أنا هنا لكن لا تقف أمامي، وإلا فلن أستطيع أن أرى المجموعة. حسنا أمانشي، سنلعب الآن لعبة التعارف. حسنا، سأقول اسمي وأقوم بحركة. تماما. حسنا، أنا أمانشي. وما هي حركتك؟ أنا الأعلى صوتا، أنا الأعلى صوتا. لوكا. وهذه هي حركتك، أليس كذلك؟ وأنا غوت المسترخية. لوكا صاحب الصوت العالي، وغوت المسترخية، وميشائيل الشجاعة، وإيزابيلا الذكية. إنه شعور كما لو أننا لم نفعل شيئاً آخر من قبل، كما وأننا ولدنا من أجل هذا. لا تزال كلمة محاضر بعيدة المنال، لكنها جيدة على المدى البعيد ونحن نقترب منها تدريجياً. أخبرونا مرة أخرى، هل تعتقدون أن عوالمنا مختلفة أم أن لديكم رأي آخر؟ لا أبداً، إننا متشابهون فعلاً. لا، بل أنت مثلاً أكثر نشاطاً في كل شيء مما أنا عليه الآن، فأنت لك هوايات مثلاً ليست عندي. اعتباراً من عام 2022 سيقوم المشاركون السبعة بالتدريس الجامعي. هم يريدون فهم شيء ما، وما يريدون فهمه موجود عندنا ويمكننا نقله إليهم. وعندما تفعل هذا تشعر بأن شيئا ما قد تغير في داخلك، وهذا أمر جيد أيضا. كان هذا رائعا. نعم، كان رائعا. أعتقد أن الطلاب قد استفادوا اليوم كثيرا. هل أنت فخور بنفسك؟ بكل تأكيد. Oh.